محتاجين كيس مكرونه بنه او اللي هي القلم اللي احنا متعودين عليها، انتوا عارفينها طبعا، وهنسلقها ثلاث ارباع سلقه، يعني هنسيب فيها تكه كده علشان لما تدخل وتستوي مع البشاميل يبقى السوى تمام. محتاجين كمان انا اللحمه عندي متعصجه، طريقه تعصيج اللحمه كلكم عارفينها، فهنستخدم نص كيلو لحمه مفرومه عليها بصله ومعلقتين من الصلصه وبهارات لحمه ورشه جوز الطيب وملح وفلفل اسود. ده بالنسبه لوصفتي في تعصيج اللحمه الطبيعيه جدا، وبحب احط لها صلصه. في ناس ما بتحبش، بس انا بحب في المكرونه البشاميل الحقيقه ان يبقى فيه تكه صلصه بعيده كده من معلقه لمعلقه ونص، يعني حتى هوريكم شكلها مش هتلاقوها مليانه صلصه قوي. البشاميل 2 كوب من الحليب، نص كوب من الكريمه، 2 معلقه كبيره من الدقيق، مرقه وجوز الطيب وملح وفلفل، وللوجه ميكس جبن او جبنه شيدر فقط، وبتبقى احلى من ان انا احط موتزاريلا، وانا هحط دلوقتي موتزاريلا. يلا بينا. طيب انا قلت لكم قبل كده انا بعمل البشاميل وعملته معاكم كتير جدا كله ني في ني، المره دي هنعمله بالطريقه التقليديه العاديه خالص، علشان اللي ما بيحبش الطريقه اللي هي الني في ني يعمل الطريقه التقليديه الطبيعيه، وهي ايه؟ ان احنا نحمر الدقيق شويه بشويه كده مع الزبده، وبعدين نضيف اللبن، وبكده يبقى البشاميل عادي وتقليدي زي ما احنا متعودين. طب بنعمل ايه؟ كل معلقه زبده او سمنه عليها معلقه دقيق عليها كوبايه لبن، يعني هو ده المقدار، معلقه معلقه معلقه. طيب لو انا مش عايزه احط زبده كتير اعمل ايه؟ هبقى بقى بعمل كله ني في ني ومش هحط زبده خالص على فكره، انا ممكن احط مكعب في الاخر او ما احطش، بس الطريقه التقليديه هي معلقه زبده، معلقه دقيق، كوبايه لبن. ولا بيكلكع ولا بيجرى له اي حاجه. نبتدي بقى كده ونحط الايه؟ الزبده او السمنه. ادي معلقه، وادي الثانيه، وادي الثالثه، وناخد الدقيق وننزل بمعلقه، اثنين، ثلاثة. هقلب كده، انا مهديه النار، هعليها دلوقتي بس مش عايزه اعليها قوي. تمام، طعم البشاميل الاصلي هو اللي احنا بنعمله دلوقتي ده، والطعم ده بيجي من ايه؟ من تحميصه الدقيق مع السمنه او الزبده. لو حسيتيه في الاخر محتاج يتقل بنص معلقه دقيق بتدوبيها في شويه ميه او شويه لبن وتضيفيهم. نحمصهم كده بس. النار مش عالية قوي عشان مش عايزاه يتحمر بزيادة، عايزاه يستوي كده على الهادي كده. سوى الدقيق هيبقى أحلى كتير من النار العالية، يعني شايفة الطريقة السوى دي أهي، البكبكة دي تبقى بالشكل ده ما تبقاش أعلى من كده. تبقي مجهزه جنبك لبن بارد علشان هينزل على الدقيق وعلى الزبده واحده واحده لحد ما يربط معانا. عندنا شوربه وعندنا اللبن، عايزه تنزلي بالشوربه الاول اوكي، مش هتستخدمي شوربه خالص، ما عندكيش شوربه اللي هي مرقه يعني، وهتستخدمي مرقه مكعبات يبقى كله لبن، وهنحط
نص مكعب، مش مكعب كامل، علشان طعم المرقة بزيادة في البشاميل ما بيبقاش أحلى حاجة. لو حسيتي بطعمه هتتضايقي. ما بحبش البشاميل اللي بيبقى فيه طعم المرقة واضح، وما بحبش البشاميل اللي فيه شوربة أزيد من اللبن، بيبقى طعمه مش حلو. هو حلاوته إنه اللبن فيه بقى زيادة كده. تمام، الدقيق اتحمر، مش بحبه يتحمر اكتر من كده عشان ما يدينيش طعم عكس اللي انا عايزاه. كده تمام جدا. ننزل بقى باللبن كده. ونقلب. معلش بقى لازم المضرب. ما انتم مضايقكم الصوت صح؟ بس السيليكون مش حلو. طيب انا هستخدم السيليكون وانتوا استخدموا السلك. لا بس مش حلو في التعامل، ما بحب السلك بيسعفني اكتر. مستنياه يربط واحدة واحدة. المكرونة مسلوقة زي ما قلت لكم، تلات ارباع سلقة، ما نسلقهاش بزيادة قوي. مش هنحط دلوقتي المرقة، يربط معانا شوية. وبعدين اللحمة المتعصجة، سواء بقى انت معصجة وحطها في الفريزر هتطلعيها وتحطي عليها الصلصة، هتبقى بالشكل ده. مش عايزة يبقى فيها صوص، انا عايزاها تبقى متنشفه من الصوص بس عليها صلصه. انتوا هتشوفوها دلوقتي. والبشاميل بتاعي كريمي على قد ما اقدر، يعني انا ما بحطش كميه دقيق كبيره في الاول لان انا ما بحبوش يتقل مني ويخليكوا تستخدموا لبن اكتر. يعني ممكن تعملي تلاقي نفسك بتعملي بشاميل بزياده جدا لمجرد انك حطيتي دقيق كتير قوي في الاول، فابتديتي تزودي لبن فعملتي كميه بشاميل اكبر من العادي. ينفع نشيل البشاميل الزياده في الفريزر، مفيش مشكله، بس طبعا اللي بنعمله فراش بفراش بيبقى احلى. واحبه يبقى لو انا عايزه اتقله اتقله لحد ما يوصل للنتيجه اللي انا عايزاها، لكن مش من الاول نحط دقيق بزياده. وعلى حسب نوعيه الدقيق اللي عندك هتلاقيه يا اما محتاج سنه ازيد او لا. هو ابتدى يتقل، مش هتبل دلوقتي ومش هحط حاجه دلوقتي لحد ما ايه يتقل شويه. تعالوا نحط الكريمه. زي ما انتم شايفين انا ما استخدمتش كل كميه الدقيق. في حاجات في المطبخ محتاجه صبر، مش محتاجه استعجال ابدا، زي البشاميل، زي العاشوره، زي كل الحاجات اللي بتربط. كتر ده انا اقعد ازود حاجات وهي لسه ما استوتش وما اخدتش القوام المظبوط ووقتها مظبوط، هو ده اللي بيعمل مشاكل. تعالوا نزود الشوربه ونزود لها شويه دقيق. مش عايزه ازود شوربه بزياده عشان مش عايزه طعم المرقه يبقى كتير. نربطها بالدقيق.
لما نيجي ندوب الدقيق ندوبه بشوكه مش بمعلقه عشان يدوب كويس قوي، شويه ميه صغيرين او حبه لبن صغيرين، وفي نفس الوقت ما نحطهمش كلهم مره واحده، برضو واحده واحده، وبعدين نتبل اخر حاجه. موضوع بقى ان انا احط فلفل ابيض بدل الفلفل الاسود ده، انا بحب اصلا طعم الفلفل الاسود في البشاميل. يلا بينا نكتبل حالا. يلا نحط الملح وندوق. لما قبل ما نحط لازم ندوق، يعني قبل ما نطبق كل الصينيه على بعضها لازم ندوق رشه الفلفل الاسود زي ما انتم شايفين كده بالراحه، وهكذا في جوز الطيب. التقليب المستمر عشان ما يعملش قعر، وعلشان ما يشدش، وعلشان يربط. ادي جوز الطيب. عايزين نشيل الكريمة خالص من الوصفة، ما عنديش مشكلة، مفيش أي مشكلة، نزود بدلها لبن وخلاص. تعالوا بقى نحط الطاجن بتاعنا كده جنبنا، ونحط شوية من البشاميل في القعر، بس نديله تقليبة كمان. وندوق ونبتدي نطبق كل حاجة على بعضها. محتاج ملح. الجبنة هتظبط طبعا، ولو انتم ملاحين المكرونة برضو خدوا بالكم، واللحمة المفرومة كله هيظبط على بعضه، بس البشاميل لازم يبقى حدقه مظبوط. طيب ادي البشاميل. كنت عايزه اوريكم حاجه في البشاميل، عشان طبعا بتعرفوا ان هو استوى بالطريقه دي، ان احنا نحط المعلقه كده، ولما تعمل كده واعمل كده اهي كده هو استوى، الناحيه دي والناحيه دي والناحيه دي ما فيهاش اي حاجه، مش سايل يعني، وقف على المعلقه اهو زي ما انتم شايفين. فبالتالي انا هنا البشاميل عندي اول ما هيهدى واول ما هيبرد هيديني القوام المظبوط. ناخد مغرفه ونبتدي نعمل الحركات بتاعتنا. يلا بينا نحط كده رشه بشاميل صغنطوطه. انا ما بحبش طبقات المكرونه تكون طبقه كبيره من المكرونه، يعني خرطه المكرونه انها تكون كبيره قوي هي مش ستايلي في الاكل. انتوا عارفين كل حد ليه مزاج، فهي مش يعني مش وانا بطبخ ما بتلاقينيش ان انا عملت طبقه مكرونه كبيره، لا بحب قوي ان طبقه المكرونه عندي تبقى رفيعه وشاربه من الصوص وطعمها مظبوط وكل حاجه، بس مش تخينه قوي. نحط كده شوية بشاميل على المكرونة برضو. ونروح عند اللحمة المتعصجة اللي بالصلصة، بس الصلصة مش كتير ومش مليانة صوص، ونعمل كده. هي واخدة لون وبتدي طعم هايل مع المكرونه البشاميل. نحطهم كلهم. نضغط عليها كده بالشكل ده
بحب احط كمان شويه بشاميل على اللحم. بيدوا طعم خطير. الجبنة اختيارية طبعا، مش أساسية خالص. نرجع تاني نحط مكرونة. نوسع كده. المكرونة يبقى سواها مظبوط، بلاش تبقى بزيادة قوي عشان كمان النشا مع البشاميل بيبقى طعمه مش حلو. نحاول نستخدم نوع مكرونة يكون كويس. وننزل بالصوص بالشكل ده. ونجيب الاسباتولا نوسع للمكرونة كده من الجناب عشان ينزل الصوص الزيادة، ونزود في الأماكن اللي عايزة اكسترا بشاميل. الصوص مش تقيل زي ما انتوا شايفين ومش خفيف، يبان شكله في الأول ان هو كان خفيف بس هو كده مظبوط. انا بحب طبقة البشاميل تبقى بزيادة شوية عشان تغطيه المكرونة على قد ما اقدر يعني. يعني احلى حاجة ان المكرونة البشاميل تبقى غرقانة بشاميل. ناخد في الجنب ده كده. الطاجن ده معمول بكيس مكرونة، فلو هنعمل طاجن أكبر هنستخدم كيس ونص مثلا. أنا بس عشان مش عايزاه إيه تبتدي تفور في الفرن، فعايزة أنزل لها كل البشاميل الزيادة في الجناب، ونمسح برضو من فوق الوش ونحط الجبنة وكل حاجة. طيب البشاميل لو ما حطيتلوش جبنه ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه، هيدي اللون اللي احنا بنحبه برضو، ما فيهوش اي مشكله. يعني اقدر احطه كده وهيديني اللون والطبقه، لان هو فيه اوريدي اللبن وفيه الكريمه وفيه الزبده او السمنه اللي انا استخدمتها، فما فيش اي مشكله خالص في ان انا احطه وياخد اللون الطبيعي بتاع البشاميل والطبقة الطبيعية بتاعت البشاميل اللي احنا عارفينها كلها. طيب انا بحب ايه؟ بحب احط له جبنة شادر، بتديله لون لذيذ وما تكتريش برضو. احنا هنا عاملين ميكس جبن عشان تدي لون لطيف وخلاص. ندخل بقى على فرن سخن، يا دوب الاقيها بتغلي كده من الجناب وبتاخد اللون كده وكل حاجه ابتدت تدخل في بعضها، خلاص ممكن تشغلي شوايه، ما تستنيهاش لحد ما تحمر وتنشف في الفرن وتاخد اللون كله من الفرن من تحت، لا خليها تاخد اللون واحده واحده من الجناب، واول ما تلاقيها غليت افتحي الشوايه تاخد اللون من فوق، كل حاجه مستويه، مش محتاجين اكتر من كده خالص. يلا بينا نحطها في الفرن.
اهو استوت.